هنا واحد يقول لي يا ريت تلم لنا يا دكتور طارق، انت جبت لنا سيره الاس تي سيجمنت اليفيشن في الاس جي في حالات الكارديولوجي، يا ريت تلمها لنا كده بطريقه لذيذه نفتكرها. تعالوا مع بعض. هو شوفوا، في احتمال اولاني ان اكيوت مايوكارديال انفاركشن يعمل اس تي اليفيشن، ممكن طبعا ده اذا ما كانش ده اللي يعمله مين يعمله؟ وممكن ترانس ميورال انجينا اللي هي واخده الماسلز كلها كده اهوت، مش سب اندوكارديال، لا ترانس ميورال كلها في كل الثيكنس دي، تعمل لي برضو اليفيشن في الاس تي سيجمنت. ما هو فكرتها في الترانس ميورال انجري هي الاساس. او كورونري ارتري سباث اللي هي برينزميترز انجينا فاريانت، ها ودي بتلخبط قوي، ده اتريست زيها زي الانفاركشن وبس معهاش سيرم انزيمز، هو ده اللي هنفرق بيه، وبتبقى ترانس ميورال كتير منها. او بيريكاردايتس بتبقى معاها اليفيتد اس تي سيجمنت. فانا يوم ما الاقي حاله فيها تشيست بين واليفيتد اس تي سيجمنت، كل دول بييجوا في بالي. طب انا افرق ازاي؟ والله قال لي اليفيتد كاردياك انزيمز، يبقى خلاص بنتكلم في اكيوت مايوكارديال انفاركشن، ما خلاص واضحه. لو قال لي دي مع الاكزيرشن يبقى ترانس ميورال انجينا عاديه، كوروناري ارت ديزيز عادي واثيروسكليروزس التقليدي ومع الاكزيرشن، بس هي ترانس ميورال فبتعمل لي اليفيتد اس تي، بس برضو الانزيمز مش هتبقى عاليه طبعا معاها. كوروناري ارت سباث بتاع البرينزميتلز انجينا فاريت، لو قال لي دي اتريست بتحصل شبه الانفاركشن بس معهاش سيرم انزيمز، وبقى فتبص تلاقي غير دي، يعني دي ترانس ميورال انجينا مع الاكزيرشن وذ اكزيرشنال، لكن الكورونري سباز برينزميتلز فاريانت تبقى تريست، والاثنين معهمش كاردك انزيمز، دي خاصه بالانفاركشن، والاثنين معاهم اليفيتد اس تي لانها ترانس ميور. اخر حاجه احتمال اللي هو البيريكاردايتس، في الدول البيريكاردايتس ساعتها في كلمه باثوجنومونيك، يعني اللي هي اول او ديبريسد بي ار انترفال، لو قال الكلمه دي تساوي بيريكاردايتس، دي شبه باثوجنومونيك للبيريكاردايتس. البي ار انترفال اللي هي ديت اللي هي تبقى ايزو الكتريك على البيز لاين، دي تبقى تحت كده اهو، دي تساوي ايه بيريكاردايتس. وممكن يقول حاجه ان في جنرالايزد افكت على كل الاي سي جي ليدز في كل الليدز. ليه بقى؟ عشان يفرقها لكم بينها وبين الاسكيميا. الاسكيميا بتبقى في ليد هنا في الليد المعاكس له بالمقلوب، دايما هي كهربا بتمشي كده تعمل بوزيتيف، بس اللي بتبعد عنه بتعمل نيجاتيف، ده في كهربة المايوكارديوم. فيوم ما بيحصل اسكيميا انفرج عامل لي اس تي اليفيشن، يبقى في الناحية التانية هنلاقي حاجة اسمها ريسيبروكال اس تي ديبريشن. لكن في البيريكارديتس مفيش بقى الميكانيزم ده داير داير ملتهب عامل ابنورمال ريبولاريزيشن عامل لي اليفيتد اس تي في جميع الليدز. دي برضو كلو ان دي حالة ايه بيريكارديتس، مع نوع البين بقى الكاركترستيك اللي اتكلمنا عنه ايه قبل كده.